السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد الراندا ديال الحصيرة بالقورميط في نصف توق. غادي نخدموها في هاد التوب ديال مليفة بالزرق وغنخدموه بالكري. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح لنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناة تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة، وبارطاجيو اخواتي الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراندا باغيه تتعلموا ليها. ونبداو بسم الله. بالنسبه للحرير راه مبروم على ثلاثه الشعرات. البرا غنخدم بالبرا نمره 6، وكيف ما العاده انا طريقتي اللي كندير كنبدا بالملاقيه هي الاولى. انا خدمت هنا غير خيط، المهم غير تخدموا القياس اللي نتوما بغيتو. كتخليو في الاول القياس هنا الفوق، راه قبل ما تنيو كتخليو القياس ديال الثوق اللي نتوما باغين ديرو، وكتشدو من هنا وكتبداو. الا كانت شي راندا عريضه، كاين شي مره كنبغيو نهبطو اللوايه ولا هكا، شي راندا فيها 6 ولا هكاك، من الاحسن تسبقوها هي الاولى باش ملي نبغيو نبداو الثوق ديالنا نبنيو على هذاك القياس، ما تجيناش هنايا التبويطه. انا غنبدا هنايا نشد هنا في هذا القنيت ونهز هاد جوج عوينات. دابا غادي ني ساهله باش نبني على هاد القياس اللي عندي هنا. ها وحده جوج، نجي لهاد الجهه عاوتاني ونشد. دابا ملي غنبغي نرجع غندير الزياده من هنا. ها واحد جوج ها ثلاثه، نعود نشد هنا وندير الزياده، واحد جوج ثلاثه اربعه، نشد هنا في التوب وندير الزياده. دابا فهاد السطر غيوليو عندنا 5. بالنسبه لهاد الكورميط انا غنديرها غير بعوينه وحده، نتوما يمكن لكم ديروها حتى بجوج عوينات، داكشي على حساب اشنو مطلوب لكم وانتوما شنو بغيتو. انا نازله عندي 5، غنفتح من هاد الجهه، ما نفتحش من الجهه الاخرى اللي غيكونوا عندي 4، ما غاتجيناش في الحساب. دابا عندي 5، غنخلي جوجات الفوق وهذه اللي الوسط هي اللي غنفتح فيها الكورميط. نخلي عوينه ونخدم هنا جوج ضربات صافي، ونجي لهنا للتوب ندير الزياده، نخدم هاد العوينه هنا غنخدم جوج ضربات، واحد جوج. ملي كنقز عوينه كنعمروها بجوج، وملي كنقزو جوج كنعمروهم بثلاثه. نشد هنا في التوب ندير الزياده ونرجع مع السطر عادي. بالنسبه لهنا اخواتي راه الخدمه ما غليضاش بزاف، غير انا كنحاول نقرب لكم باش يبانوا لكم الضربات، وانتم راه ملي غتخدموها راه ما غاتجيش بحال هكا، هي راه ملي كتقرب كتبان غليظه، ولكن انا غير كنبغيها باش تبان لكم واضحه. غندير الزياده ونرجع مع السطر. نشد هنا في التوب ونرجع عاوتاني مع السطر، نديرو الزياده ضروري من الزياده ما نساوهاش. نشد هنا في التوب ندير الزياده ونبدا راجعه. هاد السطر هو اللي غنغلفو فيه. دابا انا حليت العوينه ملي كنت نازله، ضروري خاصني نبقى نحل ملي نكون نازله، والتغليفه خاصني نغلف العكس. دابا غنغلف ملي نكون طالعه باش ملي نكون عاوتاني نازل نفتح عوينات اخرين. هانتوما اخواتي غير باش ما تغلطوش وتعرفوا اشنو اللي غتغلفوا، كنبقاو نخدموا حتى كنوصلوا لهاد العقده هادي. هانتوما هاد العقده، هانتوما هنا في هاد العوينه هادي ملي كان هنا الخيط عمرناه بجوج ضربات، ها وحده ها جوج، وما بين هادوك جوج ضربات ضربنا واحد الضربه اللي هي هادي. هاد العقده هادي هي اللي غنغلف، لان هاد العقده هي هاد العين هادي، هاي هي العقده، غادي نغلفها بجوج مرات. ولاحظوا اخواتي ملي غنبغيو نغلف وما غنديروش الخيط الفوق باش تبقى لينا هاد العوينه واضحه، غنخلي الخيط لتحت ونضرب بجوج ضربات، ها وحده، باش هذيك الحبكه اللي غتجينا هنا ما تعمرش لينا العين، ما غاديش نحبك، غادي غير نضرب هاد جوج ضربات، واحد ها جوج صافي فوق هذيك العقده، ونكمل الخدمه ديالي عادي.
واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. نحسبوا الجهة التحتانية واش حتى هي ضربنا فيها خمسة. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. صافي الحساب هو هذاك. نشد دابا هنا في التوب وندير الزيادة. ودائما اخواتي باش ما تغلطوا ما والو، في الاول ملي بغينا نفتحوا هاد العوينه ضربنا جوج ضربات، حتى دابا غنضرب جوج ضربات. واحد، ها جوج. صافي نفتح عوينه اللي هي هذه، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، غادي نضرب هنا جوج ضربات. واحد، جوج. صافي ننقز هاد التعميره ونشد هنا، غنضرب هنا عاوتاني جوج ضربات. واحد، جوج. نخلي هاد العوينه ونشد هنا حتى هاد الجهه اللي لتحت، غنضرب فيها جوج ضربات. صافي اخواتي باش ما تغلطوا ما والو، غير سيروا بهذه الطريقه ما تغلطوش. هنا ملي بغينا نفتحوا هاد العوينه ضربنا جوج ضربات، حتى هنا نضربوا جوج ضربات ونفتحوا عوينه، هنا نضربوا جوج ضربات وفوق هاد التغليفه غننقزوها كامله، ونجيو لهنا عاوتاني نضربوا جوج ضربات، نخلي وحده ونضربوا جوج ضربات. بالنسبه لهاد جوج ضربات اللي في الجنب، الا في الاول ضربتوا غير ضربه، حتى هنا ضربوا غير ضربه. صافي نكمل دابا عادي، نشد هنا في التوب، ندير الزياده ونرجع مع السطر عادي. كل عوينه هنايا نقزناها غنعمر فيها جوج. نشد في التوب، ندير الزياده ونرجع مع السطر عادي. صافي هذا الخيط ساهل، غندخلو هنا في التوب ونركب خيط اخر. صافي نجي لهنا، يا اما نركبو في اخر عوينه يا اما نجيو لهنا، في الحق هذه تجي مضمونه اكثر. نجي لاخر عوينه ونركب الخيط ونزير هذه الضربه، لحقاش تجي ضربه فوق ضربه، نزيروهم مزيان ونكمل الخدمه ديالي عادي. نشد هنا في التوب، ندير الزياده ونرجع عاوتاني مع هاد السطر. هنا كنبقاو نخدمو غير راند عاديه مسرحه، نرجع عادي. السطر الاول اللي هبطنا هو اللي فتحنا فيه هاد العوينه ورجعنا معاه، وعاودت هبطت هبطه وحده عاوتاني ورجعت، وغنعاود ثاني الهبطه الثالثه. نشد هنا في التوب ونرجع مع هاد السطر. نشد هنا في التوب، ندير الزيادة ونخدم حتى نوصل لفوق العوينة. غنعود معاكم نوريكم بالضبط اين عوينة اللي غتغلفوا. هانتوما اخواتي غنوري لكم الضربه اللي غنغلفوا، هي ما كنخليو حتى عوينه، ما كنغلفوش عوينه، كنغلفوا ضربه هاد العقده هادي. دابا هاد العوينه هادي راه هي هاد العقده، خلينا هنايا عوينه عمرناها بجوج ضربات، هاد جوج ضربات بيناتهم هاد العوينه هادي درنا فيها هاد الضربه هادي. هانتوما ها وحده جوج، هي هاد الضربه اللي غنغلف، راه ما كنغلفوش عوينه غير ضربه. نخلي الخيط هنا ما غاديش نحبك باش تبقى ليا هاكا العين كتبان خاويه. شوف ملي ما كنحبكوش كتبقى العين تبان خاويه، كيبان غير الخيط داير بلا ما تبان لينا هنايا هذيك التغليفه. بحال هنا هاد الهبطه هادي راني حبكت، غير بغيت باش نوري لكم الفرق. ملي كنحبكو هاد الحبكه هادي كتزاحم شويه هاد العين. دابا غادي نديرو غير هذه الطريقه، غنخلي الخيط لتحت في نفس الاتجاه ونكمل هاد الضربه، غنغلفها بجوج مرات. واحد،
نزيره شويه هجوج. صافي نكملو هنا في هاد العوينه، ما كنخليو حتى عوينه. نضرب ثلاثه ضربات، واحد جوج ثلاثه. هانتوما ثلاثه ضربات، ملي غنرجع غيعطوني جوج عوينات، واحده ها جوج. صافي نجي لهنا عاوتاني ونغلف هاد الضربه هادي بجوج مرات، واحد جوج، ونكمل الخدمه عادي ما نخلي حتى عوينه. واحد جوج ثلاثه، غنضرب ثلاثه ضربات، ملي غنكون راجعه غيجوني فيهم جوج ضربات. نغلف هاد الضربه هادي كيف ما قلنا، هاد العوينه مقابله مع هاد العوينه، وهاد العوينه هي هاد الضربه هادي غنغلفها. واحد جوج، ونكمل السطر ديالي عادي. نشد هنا في الثوب وندير الزياده، ودائما باش ما نغلطوش اخواتي، هانتوما ديروا الزياده كيف ما بدينا في الاول. غنضربوا هنا جوج ضربات كيف ما بدينا هنا، كون خلينا هنا غير ضربه، حتى دابا غنديروا غير ضربه. نتمنى يكون واضح ليكم. نخلي هنا جوج، ونخلي هنا عوينه غنقصها، ونضرب هنا جوج ضربات، ها واحد ها جوج. نخلي هاد التعميره هنا ونجي لهنا. هادوك ثلاثه الضربات اللي ضربنا غيعطيونا جوج عوينات اللي هما هادو، غنضرب فيهم واحد ها جوج. نخلي عاوتاني هنا ونجي لهاد ثلاثه الضربات، غيعطيوني جوج عوينات غنخدم فيهم، واحد جوج. صافي نخلي هاد التغليفه هنا ونجي لهنا، واحد جوج. نخلي عوينه ونضرب جوج ضربات اللي كنخليو في الجنب، واحد ها جوج. نشد هنا في الثوب، ندير الزياده ونرجع مع السطر عادي. كل خيط نقصنا في عوينه غنعمرو فيه جوج، هنا غنخدمو عادي. صافي نكملو السطر ديالنا بنفس الطريقه. بالنسبه للقياس اللي كنديرو في العلو، هانتوما هبطنا الهبطه الاولى هي اللي حلينا فيها العوينه، لحقاش حنا بدينا بالحلان ديال العين من الفوق. هبطنا الهبطه الاولى حلينا فيها العوينه ورجعنا، غنعاود نهبط الهبطه الثانيه ونرجع، والهبطه الثالثه ملي غنكون راجعه غنغلف. صافي ندخل الخيط هنايا وغنركب خيط جديد، نجي لاخر ضربه نركب الحرير، نهز هاد العوينه ديال الحرير، نزير هاد الضربه مزيان حقاش تجي وحده فوق وحده، شير باش ما تجيش باينه. صافي نشد في الثوب، ندير الزياده، نرجع اخواتي مع السطر عادي. انا غنحاول نسرع لكم الفيديو لحقاش هنا كنخدمو غير مسرح، غننزل ونرجع. صافي هنا غنشد في الثوب، ندير الزياده ونرجع عاوتاني مع هذا السطر بنفس الطريقه. نشد في الثوب، ندير الزياده وغنهبط الهبطه الثالثه. صافي نحيد هذا الخيط راني خدمت فوقه، نحيد حتى هذا ونكملوا الخدمه ديالنا.
هانتوما اخواتي غنعاود معكم ما تصدر، نشدو هنا في التوب، ندير الزياده، نخدم وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه. هنا اخواتي ما كنغلفوش عوينه، كنغلفوا هاد الضربه هادي، حقاش هنا خلينا هاد العوينه وهاد العوينه هي هاد الضربه هادي. هانتوما تجي فوق هاد العوينه غنغلفوا هاد الضربه، ما كنخليو حتى عوينه. ملي غنغلف هاد الضربه بجوج مرات غنشد هنا مباشره، نشد في هاد العوينه، ها واحد ها جوج، ونشد هنا في هاد الضربه، غنضرب ثلاثه ضربات. هاد ثلاثه ضربات ملي غنرجع راه غيعطوني غير جوج عوينات، ها وحده ها جوج، صافي. ونغلف عاوتاني، ما غاديش نحبك، غادي نخلي الخيط في نفس الاتجاه لتحت ونكمل مباشره. نجي لهنا، واحد جوج ثلاثه، وهاد الضربه هادي غنغلفها، كنغلفوش العين، كنغلفو الضربه، نضرب ثلاثه ضربات، نجي مباشره لهاد العين، ما كنخليو حتى عوينه، واحد جوج ثلاثه، هاد الضربه نغلفها بجوج مرات، واحد جوج، ونكمل هنا، واحد جوج ثلاثه. هاد العوينه هي هادي، الا بغيت نعمر غنعمر هاد الضربه اللي جات في هاد العوينه، نخلي الخيط في نفس الاتجاه لتحت ونغلف، يعني كنعمروه ماشي كنحبكوه. الا بغينا نحبكوه كنديروا الخيط الفوق، ولا درنا الخيط الفوق غتجي الخدمه بحال هادي، غتولي هاد العوينه عامره بهاد الحبكه. اللهم نخليوها حنا هاكا تجي خاويه، صافي. ونكمل هنا، كيبقاو لينا خمسه بحال هنا لتحت، واحد جوج ثلاثه اربعه ها خمسه. هاد الخيط راه تالا، نركب خيط اخر، صافي اخواتي. نجي لهنا البلاصه فين تسالى الحرير، نركب خيط جديد، هاد الضربه نحاولو نزيروها مزيان لحقاش تجي ضربه فوق ضربه، صافي. ونشد هنا في التوب، ندير الزياده كيف ما العاده اخواتي، نخلي هنا جوج ضربات، ونفتح عوينه، عوينه كنقزو فيها غير عوينه وحده، وفي حاله الا بغيت نقزو فيها جوج عوينات راه ديروها. هنا غنضرب جوج ضربات وننقز هاد التعميره، ونجي لهنا عاوتاني نضرب جوج ضربات، واحد جوج، نخلي هاد التعميره ونجي لهنا. هادوك ثلاثه ضربات اللي ضربنا ملي كنا طالعين، هانتوما واحد جوج ثلاثه، كيعطيونا ملي كنكونو نازلين غير جوج عوينات. دابا كون ضربنا ملي كنا طالعين غير جوج، راه ملي غنكون نازلين غتعطينا غير ضربه. حنا راه بغينا نخليو هنا ما بين هاد الكورميط وهاد الكورميط جوج ضربات، يعني ملي كنا طالعين ضربنا ثلاثه، كيعطيونا دابا جوج. هانتوما ثلاثه ضربات، واحد جوج ثلاثه، كيعطيونا جوج عوينات، واحد جوج. نجي لهنا، واحد جوج، نجي لهاد الجهه نخدم جوج ضربات، واحد جوج، نخلي عوينه ونضرب هاد جوج ضربات، صافي اخواتي. انا غنوصل غير حتى لهاد القياس ونحبس. بالنسبه لهاد الكورميط راه تجينا بعدد فردي، غنقطع التوب ونرجع نوري لكم كيفاش نكملو، صافي اخواتي. هانتوما راني قطعت التوب نشبتو، دابا غنكمل معاكم عادي، كنشدو هنا في التوب. دابا ملي كنساليو من الفيو كنبغيو نطلعو بالراندم، كنبقاوش نديرو الزياده، نخدم دابا في هاد العوينه اللي هنا، ونعمر هاد الخيط بجوج ضربات، غنحسبو شحال عندنا هنا في السطر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة أحداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش
19 20 21 22 23 هانتوما هاد العرض هنا فيه 23 عين، بغيتو تزيدو زيدو، بغيتو تنقصو نقصو، داكشي تيبقى اختياري وعلى حسب الطالب. صافي نشد دابا هنا في التوب، كنبقاو دابا نديرو الزياده صافي، ونرجع مع هاد السطر عادي. الهبطه الاولى اللي هبطنا حلينا فيها العوينات، غنهبط الهبطه الثانيه ونرجع، وغنهبط الهبطه الثالثه ونرجع نكمل معاكم. هنا راه تسير الخيط اخواتي، انا غنبدلو ونكمل معاكم. المهم هذه الهبطه الثالثه اللي هبط، دابا ملي غنكون طالعه نشد في التوب، نضرب هنا جوج ضربات، ها وحده ها جوج. وفي التغليف اخواتي ما كنغلفوش عوينه، كنغلفو ضربه، خلي الخيط لتحت ونغلفها بجوج مرات، واحد جوج، ونشد في العوينه اللي تابعه لهاد الضربه مباشره، نقاد هاد التغليفه نتقنوها باش ما تجيش مرخيه. صافي ونجي لهاد العوينه اللي وراها هاد ديك الضربه مباشره نشد، غنضرب ثلاثه ضربات، واحد جوج ثلاثه، ثلاثه ضربات راه ملي كنكونوا نازلين كيعطيونا جوج، واحد جوج. نجي عاوتاني لهنا، ها نتوما عندنا هاد الخيط هذا اللي عمرنا به هاد العوينه، ضربنا فيه جوج ضربات، ها واحد جوج، هاد جوج ضربات عطاونا عوينه. هاد العوينه هادي عمرناها بهاد الضربه، هاد الضربه هي اللي غادي نغلف، نخلي الخيط لتحت ونغلفها بجوج مرات، واحد جوج، ونشد في العوينه اللي ورا هاد الضربه مباشره، ما نخلي حتى عوينه، راه ما كنغلفوش عوينه، كنغلفو ضربه. صافي نخدم هنا ثلاثه ضربات، وهاد الضربه هادي غنغلفها بجوج مرات، واحد جوج. صافي ونكمل، نضرب ثلاثه ضربات، نغلف هاد الضربه وغنشد في هاد العوينه، واحد جوج، ونشد هنا. واخا ضرق لكم هاد العوينه بهاد التغليفه، المهم ردوا بالكم معاها وتخليو حتى عوينه باش تجيكم الخدمه صحيحه وما فيهاش الاخطاء. ها نتوما شفتوا الثوق كيفاش جا، نضرب ثلاثه ضربات، وهاد الضربه نغلفها بجوج مرات، غنكمل السطر اخواتي بنفس الطريقه. هانتوما هنا اخواتي في الحاشيه كيبقاو لينا ثلاثه ضربات، واحد جوج ها ثلاثه. نشد هنا في التوب، ولكن راه ملي كنرجع فيهم راه كنخدم فيهم غير جوج، ها واحد ها جوج. صافي ونجي لهاد الجهه عاوتاني، هادوك ثلاثه ضربات اللي ضربنا، نتمنى اخواتي يكون واضح ليكم، هادوك ثلاثه ضربات كيعطيونا جوج، واحد جوج. نجي لهنا عاوتاني، عندنا ثلاثة ضربات، واحد جوج، غيعطيونا جوج عوينات. صافي ونكمل الهبطة ديالي عادي بنفس الطريقة. هذه هي الطريقة اخواتي، راها سهلة. هذا الموديل طلبته ليا واحد الاخت بغاتني نشرحو ليها، نتمنى انني نكون وضحت ليها مزيان، ولا نسيت شي حاجة تفكرني فيها. وصافي اخواتي غنبقاو غاديين بنفس الطريقة، دابا راه الخدمة واضحة، بنفس الطريقة غتبقاو غاديين حتى تكملوا التوق ديالكم عادي، كتبقاو تخدموا بحال هكا. دابا هاد العوينة فوقها كتبقى غادية عوينة، وكيبقى عندنا هاد العدد ديال الكورميط حتى تنطلعوا التوق كامل. نتمنى اخواتي ان الشرح يكون واضح، نتمنى الصورة تكون واضحة، وما تنسونيش اخواتي الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركش معنا في القناة تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع ام نعمة، وبارطاجيو فيديو مع الاخوات باش يوصل للاخوات اللي باغيه تتعلموا الراندا. وشكرا لكم، بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.